طيب يا جماعة، يا جماعة زي ما انتوا شايفين هاي الفوتو كوبينج ماشين، الدوكيمنت فيدر اللي انا قلت لكم عنه هو هاي هنا، وهذه يا جماعة المانجمنت السكرين. زي ما انتوا شايفين في لها 3 فانكشنز، انا قلت لكم في بيكون لها 3 فانكشن: كوبير، سكانر، اند نرجع شوية بس. كوبير سكانر هنا، لو ضغطت عليها انت هنا قاعد بتشتغل ككوبير. طيب لو ضغطت على السكانر انت هنا بتشتغل كسكانر هذا الجهاز. طبعا زي ما انتم شايفين هذه الشاشه اللي احنا قلنا بنختار السيتنج اللي احنا بدنا اياها. اذا احنا بدنا A4 اكيد حنختار الورقه اللي من هنا A4، وطبعا زي ما انتم شايفين مكتوب ريدي بلاك اند وايت، يعني هو حيشتغل هنا حيطبع بلاك اند وايت. هيو هنا بلاك اند وايت، تمام؟ إذا بدك كل الكالرز تختار فول كالرز، تمام؟ سيلكت الكالرز من هنا بيتم فول كالرز، يعني كل الكالرز. هنا بلاك اند وايت تضغط عليه، هنا تضغط تكست فوتو. الإشي اللي أنت بدك تصوره هو عبارة عن تكست أو فوتو، بتحدد لأنه الفوتو بيكون الإعدادات تبعتها مختلفة. هنا اوتو دنسيتي، يعني نفس اللي حيدخل نفس اللي حيطلع، أنت ما بدك تغير في خلينا نقول اللون، ما بدك اياه اغمق، افتح كل التفاصيل هذه. يعني قديش الغمق الاسود زي ما انتم شايفين، ارجع تاني عشان تشوفوا منيح. شايفين؟ سوري سوري، هرجع تاني هنا، هوقف هنا. اوتو دنسيتي هيو، انت بدك الصفحه تكون هيك لونها او هيك، او بالضبط ايش بالضبط انت بتحط على هذا اللي هو بالنص، لا هي غامقه كثير ولا هي فاتحه كثير. طيب اخترنا السبيشال اوريجينال، هنا بتحط اذا انت الورقه اللي انت بدك اياها تكون بالطول او بالعرض من هناك. هنا طبعا تكون A4 و A3 زي ما حكينا احنا. حجم الصفحه لما يكون A4 يعني حجم A4 الصفحه العاديه اللي احنا بنطبعها، A3 هي طبعا كل ما زاد الرقم كل ما زاد، كل ما قل الرقم كل ما زاد حجم الصفحه. يعني ال A3 هي عباره عن 2 A4، ضعف ال A4، تمام؟ بالطول وبالعرض، تمام؟ هنا بدك تختار A3، بتختار A3 من هنا أو A4، تضغط مجرد ضغط عليها بيختار. طيب بنيجي هنا عاد على الإشي الكتير مهم، One side to two side. إيش يعني؟ يعني الورقة اللي أنت بدك تحطها مكتوبة One side، بس أنت بدك إياه يطلع لك على الوجهين، وجه وقف. تو سايد تو سايد يعني الورقة اللي انت حطيتها مكتوبة وجهه قفا وبدك اياها تطلع وجهه قفا. هنا تو سايد وان سايد يعني الورقة اللي انت حطيتها وجهه قفا بس بدك اياها تطلع بس وجه، تمام؟ نيجي هنا يا جماعة، الورقة اللي انت حطيتها هنا كتير مهم برضو، الورقة اللي انت حطيتها A4 بدك اياها تطلع A3، الورقة اللي انت حطيتها A5 بدك اياها تطلع A4، بتحدد انت الورقة اللي انت حطيتها A4 ده تطلع A4، تمام؟ Enlargement هنا تاعت Reduce و Enlarge. Enlarge يعني تكبير، Reduce يعني تصغير. طيب لما نحطها A3 بدنا اياها تطلع A4، معناته احنا هنا صغرناها. طب A4 بدها تطلع A5، معناته احنا هنا صغرناها. ركزوا معايا، هنا يعني تصغير، هذا الزر للتصغير اللي هو كانت A3 تطلع A4. طيب نيجي للي جنبه، كانت A4 تصير A3 يعني كبرناها، كانت A5 تصير A4 يعني كبرناها. يعني هذا الزر لما نضغط عليه معناته احنا بنصغر، هذا الزر لما نضغط عليه معناته احنا بنكبر. هنا بنحدد قديش النسبة اللي احنا بدنا اياها، نسبة التصغير والتكبير، تمام؟ إذا احنا هنا اخترنا الفول سايز. فول سايز يعني زي ما هي، زي ما بدك اياها، زي ما هي موجوده بدك اياها يطلع نفس السايز. وهنا اخترنا انه بدنا اياها وان سايد تديني تو سايدز، تمام؟ عملنا كل شيء، بنقول له هنا فينيش، عملنا سورتنج. اذا انت بدك اياه يعمل لك اياها طول طول، عرض عرض، تختار انت. هنا طبعا انت بدك اياها بالطول كليتها الورقه تطلع وتنطبع بالطول، تمام؟ هنا بدنا نقول له فينيش. بدنا نختار عدد الكوبيز، هنا كثير مهم الكواليتي والاوريجينالز والكوبي. هنا بقول لك طبعا الكوانتيتي انت في عندك ورقه واحده، والكوبي هنا عندك صفر، بس انت بدكش صفر، انت بدك تطبع عدد ورقات معين. تيجي هنا يا جماعه انت بتدخل، يعني احنا كل الوقت كنا شغالين على هذه الشاشه، الان احنا بدنا نشتغل على انهي شاشه؟ على الشاشه اللي جنب، تمام؟ هي الورقه
هاي الورقة اللي احنا بدنا نصورها حطيناها هنا. طيب كيف بنحط الورقة؟ هل بنحطها وجه زي ما انتو شايفين؟ هو بده يصور الوجه وحطها ايش؟ حطها على الوجه، دخلها للآخر. تمام. الآن أنا بإمكاني إنه أنا أختار عدد الكوبيز، أنا بدي إياها تنتين، صارت إيش؟ الكوانتيتي تاعت الكوبيز تنتين. في عندي أنا هنا هذا الزر، شايفينه هذا الزر حيتكرر في كتير أجهزة. هذا الزر يا جماعة معناته إيش؟ معناته بدنا نضغط عليه عشان يصور. هذه هي البلاتينيوم جلاس، قلنا يا بدك تحطها في الدوكيومنت فيدر يا بدك تحطها وين؟ في البلاتينيوم جلاس. طبعا لازم تحطها على القفا عشان الشاشه هذه هي اللي بتمسح، ماسح ضوئي، هذا هو اللي راح يمسح الكتابه ويصور لنا اياها. زي ما انتم شايفين بنحطها زي ما انتم شايفين فوق هنا، هي الاي 4 شايفين هيو اي 4 مكتوب هنا، الاي 4 اللي مكتوب هذا، هذا المكان مكتوب فيه اي 4، وبالتالي وهنا حيكون مكتوب اي 4 تحت، هنا حيكون مكتوب اي 4. بعدين حطيناها حجم الاي 4 بالضبط، سكرناها، بنضغط هنا يا جماعه نختار الكوبيز اللي احنا بدنا اياه. تمام، عملناها ثلاثة الكوانتيتي اللي بدنا اياه، ونضغط على هذا الزر، نضغط على هذا الزر. تمام، نستنى راح تطلع الورقة من هنا. هاي الورقة انطبعت، حتنطبع ثلاث ورقات زي ما احنا بدنا، واحنا عاملينها بلاك اند وايت، انطبعت ثلاث ورقات بلاك اند وايت. وهيك احنا تعلمنا كيف بدنا نطبع، نستخدم الفوتوكوبينج ماشين براكتيكالي.